ما الهدف من إنشاء مصانع التركيب في الجزائر؟ تساءل سائل في البرلمان. ماذا استفادت الجزائر سلطة وشعبا اقتصاديا من هذه المصانع؟ الجواب جاء على لسان المسؤول الأول عن القطاع. هدفنا خلق مناصب الشغل، زيادة نسبة المناولة، وصولا إلى تصنيع قطع الغيار. نبدأ أولا بالمناولة وتصنيع المكونات نتاع هذه السيارات. الكومبوزون تاعهم لازم نصنعوهم تدريجيا هنا، وهذه تطلب وقت ماهيش سهل. لكن ماذا عن الهدف الأساسي الذي سطرته الحكومة ذات فتح لمصانع التركيب؟ يعني هي صناعة سيارات مش تركيب السيارات. صناعة سيارات ما تمدارش عام ولا عامين ولا 20 سنة، على الأقل 20-30 سنة باش تكون عندنا صناعية حقيقية. يبدو أن الرحلة لازالت طويلة، ويفصلنا جيل كامل من الزمن لتصنيع أول سيارة جزائرية. كلام باغت الحضور، فلا برنامج الحكومة ولا تشاؤم العارفين توقع هكذا مدة. نوافقش هذا الرأي، ونقول أنه إذا 3 سنوات 5 سنوات ممكن، لكن إذا كلمة 30 سنة غير معقول، ومعنت أنه لا يمكن أننا نختص في هذه العملية بحكم أنه جيراننا فقط عندهم اختصاص وعندهم تجربة وعندهم كذلك نفوذ في إفريقيا. لن نفكر فقط المرحلة الجاية باش نسوق في إفريقيا، أنا أقول لك أنه خطر كبير. تصريح فتح باب النقاش من جديد حول جدوى إقامة مصانع التركيب في الجزائر، التي يراها الخبراء استرادا مقننا كلف الجزائر أموال باهظة كان الأجدر تحويلها إلى قطاعات خلاقة للثروة. شخصيا وكاقتصادي نشوف سياسة إنتاج السيارات في الجزائر هي عبارة عن سياسة خاطئة، ويجب تحويل كل هذه الأموال إلى طبعا قطاعات أخرى أكثر إنتاجية. أموال كبيرة تضخ طبعا لعملية الاستيراد، استيراد المقنن، استيراد السيارة مش استيراد القطع، استيراد سيارة مقنن. بعد تصريح الوزير، هل يعني أن مصانع التركيب ستواصل رحلة استنزاف العملة الصعبة ل30 سنة مقبلة دون فائدة تعود على الخزينة ولا المواطن؟ ولما ستنتظر الجزائر كل هذه المدة لإقامة مصنع سيارة؟ ففي هكذا مدة أقيمت حضارات ودول بعد زوالها.